كل خير، اهلا ومرحبا بكم مستمعين على امواج راديو دزه. مرحبا بكم في حلقه اليوم من كل تسمعنا الاخيره في الاسبوع واللي غادي نختموا بها بالمسك، ماشي بالمسك، بالزنجلان. سي نبيل عياش، ياك صباح الخير سميره، وصباح الخير صباح النور الساده المستمعين، وجمعه مباركه عليك وعلى سي رشيد والساده المستمعين، والله يتقبل باش ما تنيتو ان شاء الله. اليوم غادي نتكلموا كما قلت بدا ولا بدا ضروري كسكسو بالحمره تنديروا كامل الزبيب مرة سندير مرة بصلة زبيب، لا الخضرة ضروري ولا بدا مرة تنزيدها مرة لا. دونك نرجعوا للزنجلان او السمسم اللي عنده تاريخ طويل واستعمل كغذاء ودواء لمدة طويلة، هو من احب الحبوب لدي. ما كاين مشها من خبز بالزنجلان، قريشلات بالزنجلان، سلو بالزنجلان، الزنجلان لذيذ وتزيد قيمة ولذة لأي غذاء زدتيه عليه. اكيد عنده قيمة غذائية كبيرة، وحلقة واحدة ما غاديش تكفيناش نتكلموا عليه، لكن ما فيها باش نذكروا الناس بالعادات الغذائية المغربية اللي تنرجعوا لها دائما في كل وقت معا. الزنجلان كان حاضر بقوة ياك سي نبيل عياش، وحاضر حتى في هذيك الخلطة العجيبة اللي قلتي للناس تفطر بها كل نهار. نذكر بها لان جونا رسائل الناس تيطلبوا المقادير ديالها. يكفي اننا نخلطوا شويه ديال يعني نفس القيمه ديال الزنجلان، شويه ديال الكمون، حبوب، كل شيء حبوب، زنجلان، كمون، زريعه الكتان، السانوش، والسانوش شويه من السانوش باغ كونتخ نقصوا منه. معلقه ديال هذا الخليط الصباح نبلعوها مع الماء او مع دانون او مع ياغورت العفو. هذه هي الخلطه العجيبه ديال سي نبيل عياشي. ونرجعوا للزنجلان، شنو هي المنافع ديال الزنجلان؟ فالزنجلان هو كذلك داخل في الخانه ديال الحبوب اللي كيف ما شرتي، يعني انت الان عطيتي مقدمه رائعه فيما يخص استعمال الزنجلان عند المغاربه والعادات الغذائيه المغربيه اللي كان داخل فيها الزنجلان، بحيث انه كان دائما كان الزنجلان يستهلك طيله السنه، يعني سواء في الخبز، سواء في القريشلات، سواء في الزميته، سواء في السفوف، سواء سواء سواء، يعني حتى الطاجين ديال اللحم بالبرقوق كان تيديروا فيه الزنجلان من الفوق. ف يعني الزنجلان كان حاضر، فهاد الحضور ديال هاد الماده الغذائيه انا دائما يعني احاول الربط ما بين الجانب الغذائي الان والعادات الغذائيه المغربيه، يعني علميا شنو تيقول في العادات الغذائيه المغربيه. فاكيد ان لي غرين دو سيزام ولا الزنجلان الان خالقين كذلك حتى هما ضجه علميا، يعني ان اوروبا والغرب ما تيهتموش بهذ الحبوب الان، ولاو تيهتموا بها لان لقاو المشكل ما جايش من المكونات الغذائية الأخرى، القول المشكل جاي من هذه الحبوب هذه، لأن هذه الحبوب أشنو الفائدة ديالها ولا شنو الكنز اللي فيها. هذه زريعة الكتان اللي هضرنا عليها ولا الزنجلان، أن كمية صغيرة تقدر تحلك بزاف ديال المشاكل داخل الجسم ديال الإنسان، لأن هي فيها تركيز كبير، تركيز قوي. الآن أنا غنعاود نقولها، تنهضروا على زيوت الزنجلان، فانا افضل شخصيا استعمال الزنجلان كحبه، لا داعي باش اننا الناس طبعا تنتكلموا غذائيا، لكن الزنجلان تيستعمل كذلك للتجميل، فممكن تستعمله. شوف كولي بان عليك كيف ما تتقول الاستاذه سميره البدوي، فسايب من الداخل، حيت راه هذا هو الخطا المشكل اللي طايحين فيه كيف ما شرنا له في احدى الحلقات. حنا خاويين من الداخل وتنزوقوا على برا، هذا ما يمكنش، خاصنا نزوق على برا شبارك من الداخل، خاصنا نقادوا بعد الداخل عاد نشوفوا على برا. فملي تنهضروا على الزنجلان فاكيد ان فيه دهون، فيه دهنيات بشكل كبير، ومن بين الدهون اللي فيه يعني فيه الاوميغا 3، بالاضافه لهذا فيه بعض المكونات وبعض مضادات الاكسده، وفيه ليلينان اللي هما يعتبر من بين المكونات الغذائيه المهمه، بالاضافه لهذا فيه الفيتوستروجين، وهذا الفيتوستروجين كذلك هي مهمه بالنسبه لجسم الانسان، بالاضافه فيه الكالسيوم كذلك، فيه كالسيوم عجيب، نعم يعتبر من بين الاغذيه الغنيه بالكالسيوم هذا الزنجلان. فداك الشيء علاش قلت ان الان من صبحوا الناس يعانيوا من نقص حاد في فيتامين دي، صبحوا الناس يعانيوا من نقص حاد في ماده الكالسيوم، صبحوا الناس عندهم مشكل في النمو، صبحوا الناس عندهم مشكل في الهرمونات، راه داك الشيء ما جاش غير هكاك. الان الاطفال عندهم مشكل في النمو، هذه مساله تنعترفوا بها، ان القامات ديال هذه علاش عندها علاقه بالنظام الغذائي، يعني الناس الاطفال ما بقاوش يتناولوا كالسيوم بشكل كبير. نعم كاين الحليب والمشتقات ديالو، ولكن كاين اغذيه اخرى كذلك فيها الكالسيوم. حنا تنهضروا على الزنجلان، حنا ما تنهضروش على التناول رابعه الزنجلان في النهار، التناول ديال معلقه صغيره، التناول ديال حبيبات ديال الزنجلان، هذاك الشيء علاش يعني الحضور ديالو في لي غوسيت ماروكان تيكون قليل، حيت كيف ما قلتي مركز. الزنجلان كثير في الاحيان تنزوقوا به، نعم
نعم تتزوق به وتزيد واحد الحفينه صغيره في واحد السطل كبير ديال السفوف ولا فهذا. علاش؟ لان الكريشلاس راه كاين الداخل وتتزوق به الكريشلا. لان الاكثار او الاستهلاك كميه كبيره من هذه الحبوب سواء كان زريه الكتان او لاسانوج او زنجلان راه عندها فوائد عكسيه نتائج عكسيه. فداك الشيء علاش حنا تنأكد على الاستهلاك ديال واحد ال 10 غرام ولا 20 غرام على الاكثر في اليوم. الناس ماشي يبقاو يسمعوا الفوائد ويبقاو يتناولوا 100 غرام و 200 غرام في اليوم، راه هذا يقدر يؤدي الى مشاكل اخرى. حنا تنهضروا على كميات بسيطه. حتى هذا المشكل الكوليسترول اللي اصبح الان الكل يعاني من مشكل الكوليسترول، هذا المشكل الكوليسترول اشنو السبب ديالو؟ اولا السبب ديالو قله الحركه، هذه النقطه الاولى، الخمول الكلاس. النقطه الثانيه هو عدم تناول امور واغذيه بحال هكا التي تساعد في انقاص الوزن. ملي تنهضر على زريه الكتان، حيت بزاف الناس تسينا بالعياشي دابا فاش تقول لهم الكوليسترول، هاد المواد تتحارب الكوليسترول بحال الزنجلان بحال اللوز بحال زريه الكتان، الناس المخيلات ديالهم ان هاد مواد دهنيه وبالتالي تترفع من الكوليسترول. اكبر خطا، بالعكس هذا خطا، لان كاين هناك جوج ديال انواع الكوليسترول، كاين الكوليسترول الجيد وكاين الكوليسترول السيء. الكوليسترول الجيد او لما يعرف بالـ HDL هو الكوليسترول اللي كاين في النباتات. شنو تيدير هذا؟ تهز الكوليسترول من الدم وتديه للكبد باش يتهرس على مستوى الكبد. الكوليسترول السيء اللي سميتو الـ LDL اللي كاين في الشحوم الحيوانيه او لكاين في القلي، لان القلي تندوزو لواحد لا فورم اللي سميتها لا فورم ترونس. هاد لي زاسيد غرا ترونس او لا دهون ترونس المشبعه ولكن هي سميتها ترونس، تتوقع واحد التغيير. يعني الزيت مثلا الا خدينا زيت الزيتون هي فيها لا فورم 6، هذه في الجانب الكيميائي غندخل شويه في التفاصيل ولكن باش نفهموا هذه المساله. فهاد لا فورم 6 ملي تنفوت واحد درجه حراره مرتفعه تتحول وتتولي فورم ترونس. فهاد لا فورم ترونس ما كايناش في الطبيعه، ما كايناش، ولكن الى خدناهم طبيعيه سخناهم تقدر تصور. هذوك علاش شنو تيوقع؟ حنا تنخسروها باش تولي ترونس. هاد ترونس هو اللي تيطلعوا الكوليسترول او لا الكوليسترول السيء اللي كاين في الشحوم. وهذا واش يعني بان في الزنجلان فاش تنحمصوا، لان الزنجلان تنغسلوا تنشمشوا تنقيه وتنحمصوا في هذيك المقله الوجديه اللي تنتكلموا عليها دائما ولا في الفران، واش فاش تنحمصوا تبدا تيطرطق تيدير طق 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 وتبيض شي شويه، واش نخرجوا عليه؟ لا ما تنوصلوش لواحد درجه حراره مرتفعه بزاف، لان القلي تنوصل لدرجه حراره مرتفعه. هنا ماشي مشكل، غير تندوزوه فوق البوطه وتنحيدوه، المده ما تتكونش طويله اولا، وحتى درجه الحراره ما تتكونش درجه حراره اللي تتوصل ديال 200 درجه او 250 درجه، ما تنوصلهاش سينو غيتحرق ما غاديش يبقى كاع تيبان. فهنا التناول ديال الزنجلان خاصو يدخل في العاده الغذائيه المغربيه. هادشي جبدنا على الكوليسترول، قلنا بان ابتعادنا على هاد الامور. الاوميغا 3 الناس يقلبوا على الاوميغا 3، هي في الزنجلان. يعني الدور ديال الاوميغا 3 ربما نديروا حلقه على الاوميغا 3 لان عندها ادوار عديده داخل الجسم ديال الانسان، والكل الان يتحدث على على على, على الاوميغا 3. فتناول ملعقه صغيره او نعجن الخبز بالزنجلان او نعجن القراجل بالزنجلان غيجيب لي الاوميغا 3 الجسم ديالي، وهذا غيساعدني. ما محتاجينش كميات كبيره، معلقه صغيره الواحد راه كافيه. كافيه شي غير معلقه صغيره نعجنوا بها الخبز الكل شي كاع الافراد العائله كلهم وديرها كل نهار. هذه امور، هذه حبوب ما يمكنلاش تعطي نتيجه كليتها بالليل وغتعطينا نتيجه في الصباح، لا، هذه حبوب تتعطينا نتيجه دومه، خاصها تدخل في النظام الغذائي وفي العادات الغذائيه ديالنا. كيف ما تنشربوا الماء كيف ما تناكلوا، خاص هذه الحبوب تكون داخله في النظام الغذائي. فهي حبوب رئيسيه. هي حبوب شحال تساوي زنجلان الكيلو؟ ماشي غالي غالي شويه، ولكن شحال راه كيلو؟ راه شحال غيدوز ليك كيلو؟ غيدوز ليك شهرين، غيدوز ليك شهرين. ماشي ملي تد هما السيدات تيعكزوا عليه غير في التنقيه، ولا تيتباع واحد زنجلان تقريبا منقي، ولكن ولا بدا خاصك تشلو دوزو في الغربال وتشمشو. راه اللهم نقي الزنجلان ونفع صحتي، اولا نبقى في لي شيبس ولا فيسبوك ولا هذا، لان هذه امور بكل صراحه. يعني هذه حبوب خاصها تدخل، هذه امور تتقلق السنابي العياشي الله يخليكم. علاش انا نقول لك علاش؟ لان تنشوفوا امراض صبحت تجينا من لا شيء، امراض صبحت لو انا متاكد لو اننا نرجعوا للنظام الغذائي المغربي والله سميره غادي اكثر غنفتادوا اكثر من 50 ولا 60% الامراض. يعني غير برجوعنا لهذه العادات الغذائيه المغربيه اللي هي بسيطه. شوف غير هذا الاسبوع علاش هضرنا؟ زريعه الكتان، الحمص، البلوط، الزنجلان، واش هذه امور صعيبه اننا ندخلوها العادات الغذائيه ديالنا وغنربحوا حتى الفلوس؟ لهدف يعني للاسف انا كاينين الناس ما عارفينش هادشي، كاين اطفال ما تيتناولوش هادشي لان الاباء ديالهم ما تيعطيوهمش هادشي. انا تنهضر من خلال التجربه، من حالات تجي عندي البنت جات عندي عندها 18 سنه تتاكل غير الخبز ولا داند فيمي،
ملي قلت لها علاش قالت لك مي هادشي اللي تعطيني هادشي اللي ربطني عليه حتى هي هادشي اللي تاكل. فحتى الاباء الا ما تياكلوش شي حاجه ما عطاوش القدوه ما يمنعوش ولادهم منها، ماشي حيت انت ما تاكلهاش ما غندخلهاش للبيت ديالي ولا دير راسك تاكل، دير راسك تاكل في الطبسيل مثل مثل وخلي الدري ياكل صح. انا ماشي انا حيت ما انا ما تناكلش القراش البزنجلان ما غنعطيهمش لولدي، لا هذا خطا، لان الاطفال خاصهم يتربوا تربيه غذائيه صحيه جيده سليمه. عطيتي واحد الوصفه ديال هذيك الخلطه العجيبه ديال الزنجلان نعم. والكمون وحب سنوج و زريعه الكتان وزريعه الكتان كلهم حبوب في قريعه مخلطين كل صباح ناخذوا معلقه. انا غادي نعطي واحد الخلطه اخرى هذه تتطحن باغ كونطخ تنشكر عليها صديقتي وفاق عطاتها لي الزنجلان. الزنجلان تناخذوه هو وإيلان بجوج محمصين وتيطحنوا تيتنيلوا يا اما مع شويه السكر هنا غادي نقلقك لا ماشي مشكل يا اما بلا سكر هذه تتعجب الدراري الصغار بزاف انا تتعجبني لذيذه لما درتش السكر خلطها مع شويه العسل ما يلقى في النهار لذيذ هذه خلي القيمه الغذائيه والله العظيم معك بصح خلي القيمه الغذائيه لان تجي ماجين بان الزنجلان مع إيلان غادي يكون اون بوسيون ماجيك ياك بطبيعه الحال خلي القيمه الغذائيه لذيذه جدا ثق بيا وثقوا بيا مستمعينا هي لذيذه بزاف وانا متاكده بان وليداتكم غتعجبهم بزاف معلقه من هذه لابوسيون ماجيك ديرهم لهم في الياغورت وكلوها عرفتي تجيبي شي حوايج لذيذه بزاف هذه كانت عطاتها لي صديقتي شحال هذه البنيته ديالها صغيره عندها مشكل في النمو فاش عطيتها باش تعاونها نعم. بديت نديرها انا لوليداتي وتقسمها مع المستمعين ديال راديو دوزام طبعا باش الافاده تعم وشويه هو لا عرفتي وليدات ديال اليوم راه صعاب ما تيبغوش ياكلوا لك هذا الشيء مي تنحاولوا معاهم الله يقدرنا عليهم. شكرا لك سينا بالعياش على كل المعلومات القيمه اللي فتينا بها طيله هذا الاسبوع. تكلمنا على زريعه الكتان على البلوط على الحمص على الزنجلان على الدراسه الاخيره اللي درسها منظمه الصحه العالميه والعلاقه ديال اللحوم الحمراء واللحوم المدخنه مع السرطان. الاسبوع الجاي غادي نقترحوا عليكم مواضيع اخرى من حياتكم اليوميه ومن شنو تتاكلوا وكلوا دائما يبان عليكم احسن. شكرا لك سي نبيل عياشي وجمعه مباركه عليكم جميعا.